مدام تسمحي لي بالرقصه دي؟ هتضحيشك يا اخويا ما ترقص كده. طب بس اروح اتحزن واجيلك. واحد من كوميديانات الزمن الجميل، الشرير الظريف قادر انه يموتك من الضحك من غير ما يعمل اي مجهود. يكفي بس انك تسمعه وهو بيقول نشنت يا فالح، او ثواني يا هانم اتحزم واجيلك، علشان تضحك من قلبك. هو ستيفان دي روستي، او زي ما كلنا ما بنسميه ستيفان روستي. نشنت يا فالح ولد ستيفان روستي في 16 نوفمبر عام 1891 بالقاهرة لأب نمساوي، وكان بيشتغل وزير النمسا في مصر، وأم إيطالية كانت جاية مع الجالية الإيطالية اللي بتعيش في مصر في الفترة دي. تركيبة غريبة مش كده؟ أب نمساوي، أم إيطالية، والابن منتج مصري خالص. انفصل الأب عن الأم وسافر رجع لبلده، وعاش الطفل استيفان مع أمه الإيطالية في حي شبرا بالقاهرة. لكن أمه كانت بتخاف عليه جدا، لأن كان دايما والده بيهددها إنه هيخطفه وهيساخده ويسافر بيه، فقررت إنها تسيب القاهرة وتعيش في اسكندرية. استيفان كان طفل شقي جدا، لدرجة إنه عمل حاجة غلط في المدرسة وهو صغير، فقررت إدارة المدرسة تعاقبه بحرمانه من جزء من الوجبة. كانت أيامها المدارس بتقدم وجبات للطلاب، فقررت إدارة المدرسة إن عقابه يكون إنه يأكل عيش حاف فقط. يسكت ستيفان؟ لا ما يسكتش. قام طلع فلوس من جيبه وادها الفراش المدرسة، وقال له إنه يشتري، وبعته يشتري له علبة سردين. جاب له الفراش علبة السردين، بس هو مش قادر يستنى الميعاد الفسحة، فقرر إن يأكلها كلها في حصة الرسم. أكل العلبة، ولسوء حظه ان في اليوم ده كان في زيارة لوزير التربية والتعليم. وزير التربية والتعليم وقتها كان سعد زغلول، وكان معاه مفتش وزارة المعارف، كان وقتها اسمها وزارة المعارف مش التربية والتعليم، بس هي نفس الوزارة. المهم كان بيمر، ولسوء حظه ان مر في الفصل بتاع ستيفان روستي. سعد زغلول شاف العلبة مرمية جنب ستيفان، فقرب منه كده وسأله، قول لي يا شاطر، هو انت اكلت العلبة دي في حصة انهي حصة بالظبط؟ ففكر كده ستيفان، وما كانش هو في وقتها بيحب مدرس اللغة الانجليزية، مدرس الانجليزي بتاعه، فقام قايل اسم مدرس الانجليزي وهو اكلها في حصة الرسم. فللأسف الشديد تم عقاب مدرس اللغة الانجليزية ونقله للصعيد. بعدها كبر ستيفان وبدأ يحس بتأنيب الضمير، فقرر ان هو يدور على مدرس اللغة الانجليزية علشان يعتذر له ويعترف بغلطه، لكن للأسف ما لقاهوش. الكلام ده كله على لسان الفنان ستيفان روستي في برنامج كورس الاعتراف، ودي كانت اول جريمة له بحضور سعد زغلول. مدرسة روستين، كنت عاقبت بعقوبة عيش حاف. تصادف يوميها زيارة رسمية من سعد باشا زغلول وزير المعارف. كبر ستيفان وقرر ان هو يسافر اوروبا علشان يدور على فرصة عمل تكون كويسة. سافر ولكنه رجع بسرعة. ليه بقى؟ لان وقتها تواصل معاه المخرج محمد كريم ونصحه ان هو يرجع ويشتغل في السينما. فبقى يشتغل شوية مخرج، شوية مؤلف، شوية مؤدي، ومشي الحال. ستيفان روستي كان مضرب عن الزواج، والسبب كان واحدة ست كالعادة. أحب راقصة، الراقصة دي سابته وسافرت عشان تعيش في إيطاليا، فيعيني عاوز يسافر لها، بقى يستلف فلوس من هنا ومن هنا ومن هنا، لغاية لما قدر يجمع المبلغ وسافر علشان يتفاجئ بالمفاجأة الفظيعة دي. فظيعة بمعنى الكلمة. اكتشف إن الراقصة دي حبيبة أبوه والده، وأول ما والده شافه مسكه موته من الضرب وطرده وقال له روح لأمك يا حيلتها. أنا مش عارفة بصراحة إزاي محدش يسألني أجنبي وبيقول يا حيلتها، جايز يكون متأثر بالمصريين. هي كده، هي مكتوبة كده. وفضل مضرب عن الزواج
لغاية لما في يوم من الأيام كان موجود في النادي الإيطالي اللي موجود ببور توفيق سنة 1936، فشاف هناك ماريان. ماريان كانت فتاة إيطالية جميلة جدا، حبها، اتقدم لها فتزوجها. أنجب منها طفلين توأم، واحد فيهم توفي بعد ولادته بكام يوم، تاني توفي بعدها بعدة أعوام. وطبعا ده أثر على نفسيته وكان حزين جدا، وأثر على نفسية زوجته لدرجة أنها كانت بتتعالج في مستشفى الأمراض العصبية الموجودة في حلوان. وفي يوم من الأيام قرر ستيفان روستي أن هو يستجم ويبعد عن زحمة العمل وعن ضغوط الحياة، فقرر أن هو يسافر اسكندرية، بس ما كانش حد يعرف هو فين ولا عرف حد هو مسافر فين. اختفى فترة طويلة جدا لدرجة ان حد طلع اشاعة انه مات. نقابة المهن التمثيلية صدقوا فعلا انه مات وبدأوا يقيموا سرادق العزاء، وكان ستيفان قاعد في بلكونته في اسكندرية على البحر ومشغل الراديو، وفجأة سمع خبر وفاته. بسرعة اتجه للقاهرة وراح لمكان العزاء بتاعه، ولقى ناس كتير قوي موجودة، فيهم اللي كان بيبكي بحرقة وفيهم اللي فرح جدا انه لسه ما ماتش. من ضمن الناس اللي كانت بتبكي بحرقة وفجأة قامت زغرطت كانت الفنانة ماري منيب، والفنانة نجوى سالم، والفنانة سعاد حسين، واتقلب العزاء لفرح. وفي 26 مايو سنة 1900 تقريبا 62 او 64، انا هتأكد من معلومة واكتب لكم في صندوق الوصف، كان ستيفان روستي موجود في العرض بتاع فيلمه آخر شقاوة، كان هو وأصدقائه مجموعة من الأصدقاء. فجأة حس بألم شديد في صدره فنقلوه فورا للمستشفى، وبعد ما خرج من المستشفى كان في حالة خطرة، وفجأة توفي ومات. وبعد وفاة ستيفان روستي تعرضت زوجته لضغوط نفسية وعصبية شديدة جدا لدرجة انها اصيبت بالجنون، فقعدت سنين طويلة على هذا الحال لغاية لما الفنان الكبير اسماعيل ياسين ارسل لنقابة المهن التمثيلية خطاب بانهم يرحموها او يتكفلوا مصاريف علاجها. وبالفعل قامت نقابة المهن التمثيلية بارسالها للخارج وتكفلت بجميع مصاريفها للعلاج في الخارج، رغم ان ستيفان روستي لما مات ما كانش في جيبه الا 10 جنيه، وكان موجود في جيبه شيك ب 150 جنيه، ده كان عربون للفيلم الجديد اللي هو ممثلوش. ودي كانت النهاية. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو انت مهتم او انت مهتمة باخبار الفنانين زمان وحابين تعرفوا اي قصة غريبة او عجيبة عن فنان معين، اكتبوا لي اسمه في التعليقات، وانتظروني في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.